بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. حلقتنا النهارده زي ما تعودنا بتبقى جزئين، الجزء الاول مجموعه من الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه في الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا، والجزء الثاني بيبقى معانا بطل ضيف قصه. قصتنا النهارده او بطلنا النهارده ليه علاقه بكره اليد، حراسه المرمى في كره اليد او حراسة مرمى كرة اليد في النادي الأهلي عاملة عظمة. يعني إيه؟ يعني مخرجة مجموعة من حراس المرمى مش بس محليا متميزين، لا وأيضا عالميا. مش أبهرت بس الساحة الرياضية في مصر ولكن أيضا في أوروبا كمان شايفين الموضوع ده، هنقول لكم إزاي وهنفصل لكم القصة. بس أكيد ورا الإنجاز ده شخص ما، ما هو مش معقول الموضوع هيجي فجأة إن أنت عندك ثلاث حراس مرمى عالميين مطلوبين في كل بلاد أوروبا بالصدفة، مستحيل، ده مش صدفة يعني. وراء القصة دي مدرب حراس المرمى في الدرجة الأولى، وطبعا مدربين الناشئين ساهموا بشكل كبير في هذا الموضوع، ما هي منظومة كاملة، ولكن اللي بيستلم اللعيب في الدرجة الأولى مدرب حراس المرمى، واللي الحقيقة بيفضل شغال مع اللعيبة دي أو الحراس دي سنين طويلة عشان يوصلهم للمستوى ده سواء محليا أو عالميا مع المنتخبات ومع النادي الأهلي. هيكون معانا الكابتن محي صلاح مدرب حراس المرمى في النادي الأهلي، عايزين نتكلم معاه ونعرف الحقيقة. بس بسرعة كده، احنا عندنا ثلاث حراس مرمى في النادي الأهلي، عندنا محمد عصام الطيار، عندنا عبد الرحمن طه، وعبد الرحمن حميد. ثلاث حراس مرمى، وانت مغمض عينك كده تختار اي واحد منهم تاخده المنتخب مصر. طيب لا، ده احنا مش كده بس، عندنا عبد الرحمن حميد احترف في نادي بيسلا بلوك ويعني اعارته سنة، وده من اقوى ست شهور، يعني نقول سلة موسم رياضي، يعني ست شهور، ده من أقوى الفرق في أوروبا وعامل معانا نتائج جامدة جدا، وهنقول وهنفسر الكلام ده طبعا مع ضيفنا الكابتن محي صلاح في النص الثاني، لأن احنا الحقيقة نفخر كأهلاوية باللي بيحققوا حراسة المرمى في النادي الأهلي. بقول لكم والله وانت مغمض، أي مدير فني منتخب بيجي هو أي واحد من الثلاثة، حتى اللي ما راحش كأس العالم اللي فات برضه يستحق يروح من نادي الاهلي، وجاهز وستاند باي وعلى مستوى عالي، حتى لما طلعنا الاحتراف بره او طلع الاعاره بره. عبد الرحمن حميد ما تاثرش حراسه المرمى، لسه عندنا اثنين من اكفى واحسن حراس المرمى، هنتكلم كويس قوي، هيبقى عندنا لقطات وهنعرف القصه بتمشي ازاي جوه النادي الاهلي، لان الحقيقه تجربه فريده محتاجين نحط عليها الضوء.